طابت أوقاتكم وأهلا بكم من جديد. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى معالي السيد عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وذلك خلال استقبال جلالة الملك له في قصر الصافرية هذا اليوم. كما نقل معاليه إلى العاهل المفدى تحيات وتقدير أخيه فخامة الرئيس الجزائري وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من الرقي والازدهار، فيما كلفه جلالته بنقل تحياته إلى فخامته وتمنياته لشعب الجزائر الشقيق بدوام التطور والتقدم. ورحب صاحب الجلالة رعاه الله بوزير الخارجية الجزائري مؤكدا على عمق العلاقات البحرينية الجزائرية وما تشهده من تطور وتقدم في شتى المجالات، منوها جلالته بالحرص المستمر على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد جلالة الملك المفدى على أهمية تبادل مثل هذه الزيارات الأخوية لما لها من دور في توثيق التعاون والتشاور بين البلدين الشقيقين، مشيدا جلالته بدور الجمهورية الجزائرية بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وحرصها على تعزيز التضامن والتكاتف بين الأشقاء، كما جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي.